ضيفنا اليوم الفنان أسامة البارع. نرحب بضيف حلقة اليوم، أهلا وسهلا فيك أسامة معنا اليوم. أهلا ومرحبا فيكم أسامة. شهر كريم عليك وعلى أحبابك. علينا وعليكم إن شاء الله. أسامة لو أنت مستعد بنبدأ أول شيء بأسئلة متكررة في البرنامج، بعدين بننتقل نتكلم بشكل أوسع. مستعد؟ إن شاء الله. طيب نبدأ بأول سؤال، أوصف نفسك بكلمة. طموح. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك وإنستغرام. أجمل مكان زرته في حياتك؟ أكيد مكة المكرمة. مكان تتمنى زيارته؟ والله تركيا. شخصية تتمنى مقابلتها؟ المايسترو وليد فايد. مجال دراستك؟ آداب إنجليزي. جميل. طيب الآن من هو أسامة البارع وكيف كانت بداياته في مجال الفني؟ والله تبدأ، أكيد أنه دائما تبدأ من المدارس والإذاعات وغيرها والرحلات وتحفيظ القرآن. نعم، هي في البداية أصلا ملكة أو موهبة، بعدين كيف تنميها؟ والله يحتاج لها ممارسة أكيد. ومن شجعك في بدايتك؟ أمي وأبي وأخواني. يخليهم لك. طيب أول أغنية غنيتها؟ والله كثير. أول واحدة؟ يعني كفترة كزمان يعني. ممكن. أيام الزفات العراس وما. طيب أكثر أغنية انتشرت لك؟ أكثر أغنية انتشرت لي حق الرسول الله صلى الله عليه وسلم على اليوتيوب. اللهم صل وسلم عليه. طيب أبرز الأعمال التي قمت بتلحينها وغنائها؟ عندي حق رمضان. وأنا اليمن أيضا. طيب وفي جديد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ما هو اللون الغنائي المفضل عندك؟ والله أحب الألوان كلها اليمنية، بس بالأخص الصنعات. طيب هل هناك فنان مفضل لديك؟ والله فنان مستوى عالمي حسين الجسمي. والصنعاني؟ الصنعاني حمود السماكي. طيب لو أسألك عن خبراتك أو سنوات خبرتك في الهندسة وتوزيع الصوتي، كم هي؟ يعني 10 سنوات إلى هذا الحدود. طيب أنت مهندس في الصوت وتلحن وتغني، هل تعزف على آلات موسيقية؟ أكيد. زي؟ على الأورج. آلات موسيقية حقيقية إلى جانب الأورج؟ لا الأورج فقط توزيع. طيب أنت دائما تقوم تلحن الأغاني لنفسك أو قمت بتلحين وتوزيع أغاني لفنانين آخرين؟ تعاملت أكيد مع الأستاذ جميل القاضي. آخرين؟ و في كثير، ما كم عد. أيوه، إذا هي أسماء بارزة عدلها أنا. لا كبارزة ما فيش، كانت أكثرها يعني أبرزت مدارس كاملة. طيب إحنا الآن نتكلم في هذا الشهر الكريم، وأنت كفنان كيف تقضي وقتك؟ والله أقضي وقتي عبادة وما عبادة. ولازم أمارس هوايتي شوي شوي. جميل، بنرجع لهذا بعد شوية. طيب إذا ما قارنت بين رمضان اليمن زمان ورمضان الآن اللي نعيشه، فين رمضان الأجمل من وجهة نظرك؟ والله لا مقارنة، أكيد اليمن جوها غير وأجمل. أكثر شيء افتقدته في رمضان؟ لمة الأهل. حلو، يعني تكملة السؤال. صحيح. طيب كنت أتكلم على موهبتك اللي تمارسها في رمضان، هل هناك أمسيات رمضانية تشارك فيها؟ حالياً لا، بس سابقاً صح كنت أشارك في قبل سنوات. جميل، هذه السنة ليش ما تشاركش؟ والله ما فيش أصلاً أمسيات. طيب كيف هي ممارستك للموهبة في رمضان؟ تغني لوحدك في البيت؟
أكيد الدندنة هذا لازم في الدرج وأنت خارج برا فوق السيارة، هذا لازم. كلنا حتى غير الفنانين دائما يدندنوا، الفنان كيف يسوي؟ هذه لازم، خلاص هذا روتين يعتبر. أوكي طيب ماذا عن آخر أعمالك؟ آخر أعمالي إن شاء الله تحت التجهيز، هايم بحب اليمن. جميل، طيب طموحك بعد 5 سنوات فين تشوف أسامة؟ والله أحاول إن شاء الله أوصل للهدف الذي أريده إن شاء الله. وإيش هو هذا الهدف؟ الهدف أكيد أن أتطور في التوزيع والهندسة أكثر يعني بحيث عالميين. طيب أنت درست أدب إنجليزي، توظف هذا التخصص في فنك؟ والله نستفيد المصطلحات حق البرامج أكيد فقط. إيش أوظف يعني؟ ما جربت تغني بالإنجليزي أبدا؟ لا أبدا. كمان جرب تمام؟ إن شاء الله. تمام بنتظر منك، إيش بتسمعنا الآن؟ سمعكم سابقة جميلا. تفضل. سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كماء السحاب الأثوم، أضاحك قيثارة البائسين، وأسأل عن باب العقول، سأبقى جميلا كما يأملون. دين أنا لليتامى الصغار، مدين أنا لدعى المرهقين، يجودون لي بارتياح الضمير، ويكسونني حلة الطيبين، يجودون لي بارتياح الضمير، ويكسونني حلة الطيبين، سأبقى جميلا كما يأملون. أسامة كمل جميلك معانا وغني لنا لون، اختر لنا لون من الألوان اليمنية. اليمنية عادات ال تفضل. عادات الشاق تشتاق، كيف لا وخلي بلادي، عادات العشاق تشتاق، كيف لا وخلي بلادي، حبها في العشق ذواق، ما رضاش إلا فؤادي، ما رضاش إلا فؤادي، يا لطيف يوم ما رضاش إلا فؤادي، يا لطيف مسكنش ولا أعماق، طار عيني وزادي، مسكنش روحي ولا أعماق، يا نظر عيني وزادي، الهوى ليش فني وأخلاق، انقضى قلبي ايش عنادي، انقضى قلبي ايش عنادي، يا لطيف يو انقضى قلبي ايش عنادي، يا لطيف. متأكدة من رجوعنا إن شاء الله يا أسامة، أشكرك جزيل الشكر وأتمنى لك كل التوفيق.